ان شاء الله بكره التمرين. هل في مباريات وديه قادمه؟ هل في اي شيء خلال الفتره اللي جايه ولا لسه؟ في مباراه ان شاء الله هتقام، لكن هتحدد فيما بعد ميعادها بالضبط لسه لم يتم يعني تحديد الميعاد ولا الطرف الاخر ولا الطرف. طيب بكره ان شاء الله في قرعه كابتن محمد، يعني ثلاث فرق، سان داونز وحوريه الغيني وشباب قسنطينه الجزائري، تفضل ايه ولا شايف ايه القرعه دي بكره ان شاء الله؟ والله يا اسلام، بص عشان اكون صريح معاك، انت بتصعد من دوري المجموعات، ف يعني زي ما احنا اتكلمنا في بدايه كلامنا، احنا كنادي اهلي باصين على المرحله كلها، يعني انت قطعت الشوط، بس طبعا نسبته قليله بالنسبه لبطوله افريقيا، مشوار بطوله افريقيا كبير، فانت عندك دوري المجموعات بيمثل انا شايف 30% او 40% من مشوار البطوله، لكن ال 60% او 70% هم الجايين، دور الثمانيه والاربعه والنهائي. بتلعب ست مباريات، انا شايف طبعا ان كل دور بيبقى اقوى من اللي قبله. فانا بالنسبه لي يعني عايز اقول ان انا الثلاث فرق على مسافه واحده بالنسبه لنا دي، لان انت لو رجعت هتلاقي ان البطولات دائما بتلاقي دور الثمانيه بيصعد دائما كل سنه من الاربع مجاميع، بتبص تلاقي فريق غير متوقع مظبوط بيصعد من مجموعته، وممكن كمان يعدي دور الثمانيه وممكن يخش فاينل، سيمي فاينل. نعم، ودي كانت يمكن لو انا اديتك مثال على اخر بطوله اول اغسطس، فريق مش مرشح، يعني فريق ما كانش من الفرق اللي بتتحط او بتترشح ان هو يخش السيمي فاينل مثلا، وهتلاقيه ان هو خرج من الترجي في قبل النهائي، وكمان يعني بالعافيه المباراه شابت اقوال كتيره وشابها افعال كتيرة. المهم يعني فانا بحترم الثلاث فرق، اي فريق هتجيبه القرعه امامنا هنتعامل معاه بجديه وهندرسه من خلال الدوري المجموعات مبارياته، الست مباريات اللي لعبهم في دوري المجموعات. لكن صدقني الثلاثه على مسافه واحده، سان داونز فريق كبير جدا في افريقيا وفريق طبعا عنده خبرات في البطولات الافريقيه. حريه كوناكري لعبناه السنه اللي فاتت وقدرنا ان احنا يعني نجتازه او نفوز ونتاهل للدور اللي بعده، برضه فريق عنيد جدا في ملعبه، عشان مظبوط مظبوط عنيد جدا في ملعبه في كوناكري، وطبعا شباب قسنطينه فريق من الفرق المميزه في الدوري الجزائري، كلنا عارفين الكره هو ملعبهم يا كابتن نجيل طبيعي ولا صناعي؟ اعتقد صناعي. ها شباب قسنطينه، شباب قسنطينه اعتقد بس مش بشكل مؤكد يعني. قولوا لي يا شباب، هو صناعي ولا طبيعي؟ وانا عارف ان 90% من الجزائر باستثناء ملعب او ملاعبها كلها نجيل صناعي. لكن يعني انت وارد جدا طبعا في مشوارك في بطوله افريقيا، لا يعني ما يفرقش معاك ملعب صناعي نجيلي، يعني هل صناعي او طبيعي يعني؟ بص يا اسلام، هو انت بتقابل صعوبات في بطوله افريقيا، خلينا نتكلم طبعا، منها ان ممكن تقابل ملعب مش كويس، ممكن تقابل سفريه متعبه شويه، خط سير الطياره طبعا متعب شويه، ممكن تقابل فريق مثلا عنده البلد او العاصمه اللي بنلعب فيها مثلا فيها رطوبه عاليه هتلاقيها على المحيط، ف يعني انت بتقابل صعوبات و بعض المغامرات في افريقيا، واحنا اتعودنا عليها خلاص. بتقابل اوقات بتلعب فرق مثلا بتلعب الساعه 3 او 4 العصر، مظبوط، الجو حر جدا عندهم، بتقابل فرق ممكن يبقى بتلعب في ارتفاع فوق سطح البحر ب 1200 و1500 و2000 كمان متر، فده برضو بيعمل صعوبات في التنفس يعني في صعوبات كتيره، منها برضو الملعب. فاللي انا عايز اقوله ان احنا خلينا ننتظر، مش فارقه نحترم اي فريق، نحترم اي فريق، لكن احنا بنعيش مرحله، اهم حاجه دور الثمانيه، ان انت يبقى هدفك مباراه، لان طبعا بتختلف عن دوري المجموعات بقى في التكتيك وفي الفكر بتاعك وتجهيزك للفرقه، انت بتلعب مباراتين، واحده بره ملعبك واحده جوه ملعبك، المباراتين دول هم دول اللي بيحددوا. هو بالمناسبه نجيل طبيعي يا كابتن شباب قسنطينه، لانه بعض الاصدقاء الحقيقه دايما على الفيسبوك بيبعتوا لي قالوا لي ان هو نجيل طبيعي ويتسع ل 40,000 متفرج، ومحمود سعيد برضو قال لي ان هو نجيل طبيعي، وقال لي طبيعي كويس كمان يعني. يعني هو اللي انا عايز اقوله ان معظم الملاعب في الجزائر نجيل صناعي،
عشان كده احنا ممكن نكون انا وانت توقعنا ان هو يبقى نزيد صناعه، لكن في النهايه هنتعامل مع الموقف، ولاعيبتنا عندها خبرات برضو، حتى الاداء على النجيل الصناعي. احنا لعبنا مع فيتا كلوب على نجيل صناعي، ولعبنا مع شبيبه الثوره المباراه في دوري المجموعات على نجيل صناعي، عندنا الحمد لله خبرات كويسه.